السلام عليكم اخواننا الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد وتصميم جديد. بعد ما شفتوا الفيديو اللي قبل هذا خدمنا على ديكور ديال الادراج ديال الكورنيزون الضوء الدرجه الاولى الثانيه ببلدي مزخرف. دابا غنخدموا تاع نفس الطريقه ولكن بالرومي، طريقه مبدله. بعد ما شفتوا الطريقه البلديه كيفاش كيطلع الشكل، هاد وسط الدار اللي كتشوفوا شفتوا التصميم ديالها يعني كيفاش كانت، وغتشوفوا معنا كيفاش غترجع. هادي كما خدمنا في الاول كتشوفتو، هادي كورنيش ديال النيت، الطراخه ديال النيت كنعملوها في الجنب، كنعملو واحد كنخلي واحد 9 سنتيم كتجي ضربه في الجنب، وكنعملو الليد باش هاد الليد هذا كيكون كيشعل في الحاشيه ديال وسط الدار. بحال اللي عملنا في الصاله كبيره اللي قبل الفيديو قبل هذا، عملنا في الصاله هادي وسط الدار، يعني عملنا الليد دائما الليد كيضرب في الحاشيه، وعاد كنجبروا الدرجه الاولى فيها الليد، الدرجه الثانيه فيها الليد. غادي نستعملوا كورنيش حاسبي سامبل. في الصاله الاولى استعملنا كورنيش بلدي والزربيه بلديه، هنا ما نستعملوش الزربيه. ولهذا تبعوا معنا الفيديو تشوفوا باقي التفاصيل، ديو معلومات اكثر فاكثر على هذا الشكل اللي كنخدموه، وديو فكره على ديكوراس رومي والسامبل كيفاش كيجي. الطريقه ديال الخدمه هي ديال الاخوان كنزلوا الكورنيش، ثاني الناس مبتدئين حتى هما كيديو فكره معنا ويتعلموا الطريقه ديال الخدمه الصحيحه، والطريقه اللي الانسان ينتفع بها في الخدمه اللي غتسر به في نفس الوقت اللي غتطيلو حتى الخدمه مزيانه. كنزل الكورنيش هو الاولي كما لاحظتوا معنا في الرجله، كتقدر تطلق طول وعرض، لقطو العرض وكتنزل له الكورنيش ديالو. واحد الرجله الا لاحظتوني واحد الرجله راه معليها 6 سنتيم، باش ملي كننزل البلاكه ديالي كتجي واحد الجهه كتجي منزله فوق الكورنيش، والجهه اخرى كتجي نازله فوق الرجله. الا لاحظتوا الصوره راه واضحه الاخوان، واحد الرجله كنعليها 6 سنتيم لان الكورنيش العلو ديالو 6 سنتيم. ملي كتنزل من واحد الجهه الكورنيش من الجهه المقابله خصها ضروري شي حاجه تكون متساويه مع الكورنيش، مش لحقاش ديك الليد اللي كيضرب مع الجناب خصو يكون ديك 9 سنتيم كتبقى عاليه. كنعمل لها تويكنه من تحت، تويكنه من تحت بنفس الكورنيش ديال الليد باش كتعلى لنا 6 سنتيم. الطريقه كيفاش كيشعل الضوء بحال هكذا الاخوان، الا لاحظتوا هذاك نوريكم بعد مختطف الخدمه ديالنا، الضوء اللي يشعل في الجنب بحال هذا الشكل هذا الاخوان، ولكن ماشي هو هذا نفس الديكور اللي غنخدمو. عطيناكم غير فكره الضوء ديال الحاشيه كيفاش كيشعل، يعني ملي كيكون كيضرب في الجناب تقدر تعملو بالالوان مثلا كيتبدلو، تقدر تخمم لون واحد. ملي ضربنا داك 9 سنتيم الاخوان في الحاشيه، 9 سنتيم اللي غتقدر فيها، كندوزو الدرجه الاولى. الدرجه الاولى هي هذه الاخوان، غنعملو فيها 40 سنتيم، غنعملو الطابله الاولى الزربيه 40 سنتيم، كتجي متساويه مع الليد الكورنيش ديالي. الطريقه ديال الخدمه الاخوانيه هذه تخدم مرتاح، تخدم بطريقه سهله، طريقه صحيحه. كنسد البليكات ديالي كاملين، تقدر تضرب تربيعه كامله، تقدر تضربها في وقت واحد. لاحظتوا هذه الطابله كامله ربعناها دورنا على وسط الدار كامله. دابا حنا في المرحله الثانيه، هذه الصالون بلدي اللي خدمناه الاخوان قدامو، جاو قدام بعضهم. هذا كاين فيه شويش ديال الترابيز ولكن حنا ربعناه باش تجينا الزواقه مربعه، جات جهه ماشي غير جهه. الا لاحظتوا دابا حنا في الدرجه الثانيه الاخوان، بعد ما ضربنا الطبقه الاولى دابا كنضربوا الطبقه الثانيه. الطبقه الثانيه لو ديالها غنستعملوا فيها الكورنيزه هذه، الكورنيزه هذه لاحظتوا كيجي فيها داك حرف اس في الوسط، وعند داك جوج دروسه ودرس من ساعات، كتجي مزيونه الاخوان وكتعطي واحد المنظر مزيون، وكيجي فيها الضوء مطهر. وكتستعمل مثلا داك الدريسات من فوق شي لون هيداك يهرس البيض اولا تقدر تصبغها بالبيض. الصوره بدات كتتضح اكثر فاكثر الاخوان بالنسبه للتصميم ديالنا. كنضربنا الدرجه وشدينا بلافو على الدرجه الثالثه، شدينا بلافو ودابا كنبداو نشدو الكورنيزه. الطريقه ديال الخدمه ديال الكورنيزه سهلة كما كتلاحظوا، حنا كنستعملوا هاد الكورنيش الكروشيس، كاين اللي ما كيستعملوش ما كيعملش هاد القطبين هادو، حنا كيجيو ناس مسهلين في الخدمة وكيعطيو أريحية أكثر، وحتى بالنسبة كتقد الخدمة وكتعوطها على الطريقة اللي بغيتي أريحية. كنجيو الكورنيزة ديالك وكتنزلها على المقاس اللي بغيتي،
وكنجيبو واحد السلك ديال الكربانيزي اللي هو هذا السلك ديال الكربانيزي، كنفيكسيوه من داخل، كيكون ديجا عندنا واحد الحفيره صغيره باش كيتفيكسا فيها، وكتبقى تعاود في الكورنيزه وكتطلعها وتهبطها كيف ما بغيتي. الطرق ديال الخدمه الاخوان كنوريكم افضل الطرق، حنا ما كنوريكمش الطرق باش يعني ديك الطرق ديال الجري والكعبه وديال الهمجيه ديال الخدمه، حنا كنوريكم الطرق النقيه ديال الخدمه، كيفاش تعمل خدمه صحيحه وكيفاش تعمل خدمه ناضيه، خدمه في بلاصتها، ماشي ديك خدمه ديال الجري والكعبه وصافي. حنا كنعملوا خدمه الاخوان، خدمه يعني اللي غنتحملوا المسؤوليه ديالها واللي غنتحملوا المسؤوليه ديالها امام الله وامام العبد. يعني الانسان حنا كنخدموا الخدمه يعني ما كنعملوش ليه الحاجه بحال لان كنخدموها لنفسنا الاخوان، يعني الانسان خصو دائما يخدم يخدم لك خدمه بحال لانك حاجه اللي ما تبغيهاش لنفسك ما تبغيهاش للناس، لا من ناحيه الصح ولا من ناحيه الفينيسيون. هذيك البلاصه فيها يكون اللي دا الاخوان جنب الشغل الاخوان اللي بقى، والكورنيزه الدراجي ديالنا هما هادو، ما كيخصهم غير الفينيسيون، والفينيسيون ديالنا الاخوان هو هذا. كنظن وصلنا لاخر فيديو، خدمه سامبل. جا هنايا الصالون وسط الدار حدا الصالون، ضربناه بنفس الخدمه الا لاحظتوا، ولكن بطريقه بلديه. وسط الدار خدمنا تاير بنفس الخدمه ولكن بطريقه روميه، وجا التغيير بيناتهم في نفس الوقت، جات خدمه زوينه ونقيه. هاد الضوء هاد وسط الدار هادي فويا خاتبان حتى كيشعل الاضاءه ديالها عاد كتبان وكتعطي جماليه اكثر. نتمنى تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو الاخوان، نخليكم مع باقي التفاصيل ديال الفيديو. شوفوا يعني هاد الصالون بلدي وهاد الزراوي اللي جملنا فيه، جا الصراحه روعه، تاهو فيه جوج دراجي كما قلنا لكم ولكن بطريقه بلديه. هذا الصالون وامامه من هنا وسط الدار اللي هي امامكم. تبارك الله عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا دائما في صحه جيده. السلام عليكم.